على فكرة أنا ما خليتش حد من الرجالة يمد إيده عليكي، عشان بس حركة الجدعانة اللي عملتيها معايا يوم ما ياسين كان عايز يموتني. أنا ما أعرفش حد اسمه ياسين. لا والله. أمال نمرته على تليفونك ليه؟ دكتور العيلة مثلا؟ ولا هو مش قايل لك إن هو دكتور؟ أنتوا إيه نظامكوا؟ شكلك بتحبيه. أنا ما أعرفش أصلا أنت بتتكلم عن إيه. عموما كلها كام ساعة ونلاقيه داخل علينا عشان ينقذ السنيورة من الأشرار، ولا تفتكري ممكن يطلع ندل وما يجيش؟ طب واحنا هنروح بعيد ليه؟ احنا نكلمه بقى من تليفونك ونشوف اذا كان هيجي ولا مش هيجي. بعد اذنك بس ثانيه. اتفضل. يا سامي. ياسين. تخيل سامية بتقول انها ما تعرفكش. فاروق، سامية مالهاش دعوة باللي بينا. بس حلوة سامية، شكلها بتحبك يا ابن عمي. والله خسرتها في الموت. ورحمة أمي يا فاروق لو عملت لها حاجة. لا لا لا، ما تهددنيش، أنا ما بحبش حد يهددني. قدامك لغاية بكرة بالليل، لو ما جيتش عشان تشوفها غالبا مش هتشوفها تاني. أجي لك يا فاروق. أوعى تيجي ياسين. تعرفيهوش؟ ها؟ خير. فاروق ابن عمي خطف سامي. أنا لازم أنزل مصر دلوقتي حالا. واه، مش جايز فاروق ده يكون مدبر لك كمين. ممكن، بس أنا مش هينفع أسيب سامي يحصل لها حاجة بسببي. هي مالهاش ذنب. محدش قال إنك هتسيبها، بس يعني ما ينفعش تروح تسلمي روحك كده بالسهل. أعمل إيه بس؟ باليد حيلة؟ لا، مش دايما الحيلة بتبقى الحل، الجوة ساعات بتبقى مطلوبة. قصدك إيه؟ قرابي. ايوه كبير. كلمهم في مصر يجهزوا الرجاله بالسلاح، هننزلوا مصر. تمام يا ريس. شفت؟ كانها مترتبه يا ابو عمرو. جميله منك قصاد جميله مني. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.